ازيكم يا شباب؟ ده السراير الكرباب، هقول لحضراتكم بتعمل ازاي. ده السرير بيجي اهو بيتخرم من هنا كده كده طبعا، تمام. ده السراير الكرباب، حاجه محترمه جدا في التشطيبات. السرير قدام حضراتكم كله زان، ده بلاستيك على خرزان. وريه كده الطبيعي، في طبيعي في طبيعي بقى، ده طبيعي في طبيعي، ده طبيعي في طبيعي، ده خرزان يعني خرزان على بلاستيك. الاساس بتاعه بيبقى خرزان، بس احيانا يعني الافضل فيهم، في ناس بتفضل الطبيعي، في ناس تانية بتفضل البلاستيك، ده على حسب كل رغبه عميل يعني، تمام. سرير تحفه جدا اهو، شغالين فيه. السرير ده معاه باذن الله حاجه جميله، حاجه فخمه. ممكن نقعد كده مع بعض، معاك اسمه سرير كوربيه. بقى يا جماعه عاملين ازاي؟ سرير تحفه، شغل راقي جدا طبعا. في ناس بتفضله بطريقه وهميه يعني بيعشقوه. اي استفسار على رقم 010 2005 4 07 شركه تأمين الاساس بدمياط.